بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبور شعيب، عضو اللجنة المركز الوطنية للرصد والتعبئة بالمركز المغربي لحقوق الإنسان. بخصوص يعني الأخبار الرئيسة حول اعتقال إياس المالكي بعد يعني إهانته للغة الأمازيغية والأمازيغ بصفة عامة. أولا وقبل كل شيء كنشكروا أشطاري 24 اللي دائما كتواكب هذه المحطات اللي نضالية سياسية حقوقية واجتماعية وما إلى ذلك. اليوم حنا كنطرقوا لهذا الموضوع اللي طرقنا ليه قبل وطرقوا ليه عدة قنوات وعدة حقوقيين منظمات حقوقية وفعالية جمعوية بخصوص هذا إياس. هذا الشخصية اللي الشخص اللي كيدعي أنه فنان والفن براء منه ومن مثله ومن أمثاله. علاش؟ لأن الفن راه رسالة، وهذا الرسالة راه ملي كان الفن في المغرب له قواعده وله ضوابطه كانت له مكانته عبر أنحاء المعمور. لكن اليوم كنشوفوا بعد الذين يدعون الفن والذين يدعون الغناء ويخرجون عن الإطار اللي هو جاء كرسالة نبيلة بحال هاد الياس اللي مشى كيسيء للأمازيغ. واش نسيتي بأن الأمازيغ راهم سكان المغرب الأولون؟ واش نسيتي بأن الأمازيغ راهم من بايع مولاي إدريس ملي جاء دخل المغرب؟ واش نسيتي بأن الأمازيغ راه عندهم ارتباط بالتاريخ المغربي؟ واش نسيتي بأن الأمازيغ راها تراث حقيقي واللي كنفتخروا به؟ احنا ما عندناش الأطياب، ما عندناش، كلنا مغاربة، كلنا نخدم مصلحة البلد، وكلنا مع كل ما من شأنه أن يرفع من قيمة بلدنا. اليوم كنسجلوا بحسرة، وسبقنا أننا رفعنا دعوة كمركز مغربي لحقوق الإنسان ضد هذا الشخص الذي يدعي أنه فنان وهو يسيء للفن وأساء للمغاربة أجمعين. وهذا كنعتبروه واحد النوع من التحريض، لانه ملي كتسيء لواحد البيئه اولا واحد التراث كتسيء ليه راه كتسيء للمغاربه كاملين. علاش؟ لان انت اولا وقبل كل شيء علاش تعاملتي بهذا الاختيار؟ اخترتي هذا الاختيار اللي هو غير صائب، اخترتي هذا الاختيار اللي كيضرب الفن المغربي في العمق. اليوم كنقول لك انا شخصيا كمغربي كمواطن حر كحقوقي كنقول لك انت راك سأتي راسك ما سأتيش المغاربه، المغاربه بزاف باش تسيء ليهم، والامازيغ راه بزاف عليك باش غادي تاديهم ولا توصلهم. فوق من ذلك اللي غادي نقول لك هو انني ارى فيك وفي امثالك مندسين داخل هذا الوطن الحبيب، مندسين تخدمون اجندات خارجيه، مندسين لا علاقه لكم لا بالفن ولا بالوطنيه ولا بالمواطنة. اليوم الحمد لله كنسجلوا بارتياح ما قام به السيد الوكيل من أوامر للتعطات صارمة، وكنرفعوا قبعة الأجهزة الأمنية اللي كتقوم دائما بالدور ديالها واللي كنشوفوا بها دائما الحفاظ على الأمن والاستقرار ديال هذه البلاد. إلقاء القبض عليه مدينة الجديدة خلف واحد ارتياح واحد الصدى لدى المواطنين أجمعين بكل أطيافهم، سواء أمازيغ أم عرب أم صحراويين أم فاسيين أم غير ذلك. اليوم حنا كتجمعنا كلمة سواء، وشعارنا الوحيد والأوحد الله الوطن الملك. وأكتفي بهذا القدر، وشكرا لأشطاري 24 على المتابعة وعلى الحضور، وصلوا إنكم في الطريق الصحيح.